واصل أقدمت القوات القمعية في محافظة بابل على اعتقال عدد من ثوار المحافظة اليوم، من ضمنهم الثائر دكتور غرغان ماجد وعدد من الثوار الأبطال. نطالب فورا بإطلاق سراح الثوار المعتقلين الأبطال، وفي الوقت نفسه نحمل الحكومة مسؤولية سلامة الثوار من أي أذى يطالهم، وأن تكرار الممارسات القمعية ضد الثوار في ساحات العراق ستكون عواقبها وخيمة ضد الفاسدين. نتضامن مع أخوتنا الثوار في بابل، وستكون لنا مواقف أخرى إذا استمر اعتقالهم أو تكررت هذه الممارسات القمعية. وخلاف ذلك ندعو إلى تظاهرة وطنية مركزية في محافظة بابل. وعاش الثوار، وعاش الثوار.